مشاهدينا على قناة شوف تيفي، كنرحبوا بكم في حلقة جديدة من سولو الناس. موضوع هذه الحلقة ممكن تقولوا أنه حساس شوية، خاصة أنه مرتبط بالرشوة. فاحنا خرجنا اليوم باش نسولوا الناس واش عمرهم تحطوا في الموقف اللي اضطروا فيه أنهم يعطيوا الرشوة باش يقضيوا شي مصلحة، فنشوفوا شنو كانت الأجوبة. الواقع المغربي معروف بالرشوه، يعني الرشوه في المغرب كامل تقريبا، المدن المغربيه كامل كتعرف الرشوه، وجميع الادارات تمشي يعني اي اداره كتمشي لها الا بغيتي تقضي الغرض ديك خصك تعطي الرشوه، ولما اضطريتي تعطي الرشوه غيبقاو يدوك سير اليوم سير غدا بعد غدا، يعني ضروري من الرشوه، كضطر يعني مضطر تعطي الرشوه باش تقضي المصلحه ديالك، ولا ما قضيتيهاش غتعطل عليك، كتبغي تقضي واحد الغرض وغادي تعطل عليك. بزاف صراحه الرشوه عطينا بزاف مقاطعه، كتجي تجيب غير ورقه هي الاخر ضروري خصك تعطي الرشوه باش يقضيك المصلحه تم الا ما اضطريتيش عطيتي وكسيرت الغدا سيرت البعد وتبقى يدي فيك ويجي. ايوا بنيتي كيقول لك واش خليتي شي كامله في الدار الطيب؟ كتقول لي لا وليدي انا ما نعرفش، كيقول لك ايوا خصك تفهمي راسك هذا الشيء اللي كاين. لا ما عطيتش، علاش غنعطي؟ نو 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 علاش با ديتو؟ علاش غنعطيه؟ وانا عندي الحق ناخذ حقي. اه ما نعطيش، كندير راسي حماره ما عارفه والو، ولكن كناخذ حقي. اه ملي كيشوف راسو ما دا مني والو حتى يدير يقول لي سيري تترجعي ولا سيري، نقول انا الدنيا هانيه وقت اللي عطيتوني. راه ضروري في اي اداره فين مشيتي ضروري خصك القهوه ديالك، ضروري خصك تعطيها باش تقضي الامور ديالك. الشيء اللي كاين وعمرها طرات ليا، ولكن كتسمع بزاف ديال الناس طرات ليهم ضروري خصك اي اداره في المغرب خصك ضروري خصك تعطي قهوه باش تدوز. لما الانسان كتهضر معاك الا بغى يمشي تقدم شي شي مصلحه اللي كتهمك انت كتعاملتي معاه مزيان صافي، راه هذيك رشوات كاين واحد 10 ديال الناس قبل منك وانت كتعرف واحد السيد في واحد البيرو مشيتي عنده بغى يقضي لك هكا شي مصلحه ديالك راه رشوه. ديما خشي هادشي كيوقع لينا حنايا فهمت، هاد البلاد راه غاديه بهاد القضيه هادي، فين ما تدخلي في اي بلاصه دخلتي ليها جماعه سواء اي قنش الا ما مزيتيش راه ما غاديش يقضيو معاك الغرض ديالك، وحنايا هاد الهضره هادي كنوجهوها للمسؤولين الكبار فهمتيني، وكنوجهوها لرئيس الحكومه، هادشي اللي كيدير معانا هادشي راه ما فهمتش، هو خصو يوقف معانا في هادشي وخصو يدير لنا شي حل على هاد القضيه هادي. حشومه ديما كنعطيو هادشي حنايا فيما دخلنا اي بيرو دخلتي ليه اختي ضروري، والا كتادي الواجب، الا ما اديتيش الواجب راه ما غايقضيوش معاك هما الغرض ديالك فهمتيني اختي. لا زعما من ناحيه هذه دائما تقضي شغلي نمشي ونعاود نرجع ماشي مشكل، هو ماشي مشكل. عمرك كنتي مزروبه بشي حاجه؟ ولو نزرب يعني تناخذ المستحيل باش تاخذ الحاجه ديالي. كنا كطرينا هذه القضيه، ولكن دابا الحمد لله فيما مشيتي تقضي غرض بخير وعلى خير في الصعوبه. بحال هاد المواقف كيطيح فيهم بزاف ديال المواطنين، وانا كنت بعض الخطيات كتوقف عند واحد الاداره عموميه اللي خاصو نورمالمون كيتقاضى اجر على انه يدي لك ديك الخدمه اللي خاصو يديها لك، وكيبقى يتعطل عليك باش زعما تفهم راسك كما كيقولوا، كيقول لك دهن السيري سير كما بحال هادشي، وكيقول لك زعما اعطيني واحد القدر ديال المال بانني نقضي لك هاد، والا رجعنا للقانون بانه كيقول بان هذا المواطن خاصو تقضى ليه المهمه ديالو بدون انه ما يعطي حتى شي مقابل، لانه لا ما عمرني طحت في هذه الحاله هذه، ولكن كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتشكاو من هذه الحاله هذه اللي خاصنا نحاربوها. ديما تنمشي لشي حاجه راه لا بدنا نعطي شي حاجه باش نشدو الحاجه ديالنا شي ورقه ولا شي حاجه من الجماعه ولا من شي حاجه لا بد، ولكن هذا الاخر ولات القضيه مزيانه ولاو الناس شويه واعوا، هاد الشباب اللي كاين في هذا الزباله راه ما كيشدوش الرشوه. ما عمرها طرات ليا هاد القضيه، كنجي عادي كيسلبوا، كاين شي بعض المرات في الخلق كاع على بغيت شي حاجه ديال الخلق هي فين كيعصبوا معاك، كتمشي للعيون الاداره كيجي من الاداره وكيدو معاهم كيعطيوك داك الشيء، ما كي زعما عمرهم حضرت ليا القضيه. اي قنص فين ما مشينا باغي نخدموا ما لقيناش خدمه، اي حل درناه في هاد البلاد راه ما كاين والو اختي، مشينا للحبس ضعنا، اي حاجه درناها تنضيعوا اختي، ثلاثه الخوت عندي مشدودين ماشيين على روح ما دايرين فيها والو، ماشيين ثلاثه الخوت ضايعين الرشوه. اي قنص فين ما مشيتي خاص خداو 13 مليون اللي خداو باش خرجوا لنا واحد،
علاش شناهو هادشي ضايعين اختي في هاد البلاد وهادشي لمن تنوجهو لسيدنا الله ينصرو وهادشي اللي تنوجهو اختي الوالده فين ما كتمشي هاد المحامي يقول لها هذا اربعه وكيل يقول لها ثلاثه هذا يقول لها 6 مليون كله وكيدي لها تكملوا لها كاع الفلوس الدوله 13 مليون ارض ديالها باعتها باعت كلشي مشاهدينا كيف ما تبعتوا معنا اختلفت الأجوبة والمواقف في هذه الحالة فكي اللي بالفعل أكد أنه كان مضطر في بعض الحالات أنه يعطي الرشوة باش تقضى المصلحة دياله أما البعض الآخر فهو قال أنه عمره تحط في هذا الموقف وحتى إلى تحط فيه فأنه من المستحيل أنه يعطي الرشوة هنا كتنتهي حلقتنا اليوم من سولو الناس في انتظار موعد آخر وسؤال جديد كنقول لكم إلى اللقاء قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوطون وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم